جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. أنا معكم نبحث على حقيقة المترشحين إلى قصر كارتاج. وقت اللي عنا 27 من المترشحين ينسحبوا، زوز نبقاو روحنا قدام 25 من بينهم رقم 15. اليوم بحثنا يحضر في الاستوديو سيد علي الشرابي. سي علي مرحبا بك. مرحبا وتحية ليك وتحية لمستمعين في سوسة بكل، ولاد سيدي البراوي ولاد الإتوال وأصدقائي في حي الرياض وفي الزهور وسي عبد الحميد سوق لحد في كل مكان. من السيفي اللي لقيناه هو انك قاضي تونسي من مواليد 26 جويلية 1963، خدمت 26 سنة في محاكم تونس العاصمة ونابل وزغوان وبنزرت. انت اليوم قاضي من الدرجة الثالثة، معناها اعلى مراتب القضاء بالمحكمة، محكمة الاستئناف بالعاصمة. قبل ما نبدأ الحوار، من تقاليدنا عندنا ميثاق شرف يلزمك تمضي عليه حتى نجمو نجري والحوار. نسمعك الميثاق. تكريسا لمبادئ الديمقراطية وضمان حرية التعبير، وعملا بمقتضيات أخلاقيات العمل الصحفي واحترام المستمع، أتعهد به أولا احترام ذكاء المواطن والناخب التونسي وتجنب استعمال اللغة الخشبية أو مغالطته من خلال بث خطاب شعبوي يهدف إلى استمالته. ثانيا احترام الكرامة البشرية والحياة الخاصة والحرمة الجسدية للأشخاص وشرفهم وعدم المساس بالنظام العام والدفاع الوطني. ثالثا الامتناع عن أي خطاب أو تدخل يتضمن دعوة للكراهية العرقية أو للعنف أو للتمييز على أساس الجنس أو النعرات الجهوية أو الآراء السياسية أو الدينية. هذا هو الميثاق. دونك لغة خشبية لا، لغة لاستمالة الشعب، اللغة الشعبوية أيضا لا، لغة الكراهية خاصة لا. يظهر لي ميثاق مهم مهم تمضي شرما واضح به. خلي نفسروا للناس. المرشح رقم 15 اليوم علي الشرابي، شكونوا بالضبط إلى جانب المعلومات اللي قلتها أنا؟ ش عملت ش قريت ش السي في نتاعك؟ علي الشرابي كذلك متحصل على الأستاذية في القانون وفي العلوم السياسية من المركب الجامعي بتونس، متحصل على شهادة في العلاقات الدولية من مركز دراسة من معهد دراسات دولية بتونس زمن إدارته بواسطة السفير رشيد دريس الله يرحمه، متحصل كذلك على شهادة المحاماة. كنت ناشط في الشبكة الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان مقرها في سويسرا، مؤلف لكتب قانونية، نشط في مجال الإعلام في دار الأنوار، في جريدة الأيام، في دار الصباح، مؤلف لثلاث كتب مختصة فيها حقوق الطفل وفيها حقوق الإنسان الجيل الأول. تحركت في مهمات تابعة جامعة الدول العربية ذات سبعة حقوقية في بيروت، ومن وقتها وانا نمثل لرابطة قانون الإنسان الدولي مع الدكتور علي جميل حرب وفيليب كرش، وكذلك في القاهرة زمن بطرس غالي يكون ضمن بعث الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في لندوشين كمبوديا بين الملك سيهانوك والخمير الحمر. كذلك كنت في بيونس آيرس في الأرجنتين في مهمة مع الجمعية الدولية لقضاء الأسرة والأطفال. علي شورابي أصيل ولاية القيروان، يعرف سوسة مليح، عدى فيها شبابه ولم ينقطع عليها أبدا. آخر مرة جيت لسوسة قبل اليوم وقتاش؟ آخر مرة تقريب حوالي شهر عملنا لقاء. توا دونك صدى. حوالي شهر عملنا لقاء بالمنسقين متاع الحملة متاعي في أوتيل قريب من شط أبو جعفر، كان بحضور حوالي 130 او 135 طيب. منسق محلي بمدينه سوسه. اكثر حاجه يسال عليها السيد المستمع بالنسبه للمترشحين هو ممتلكاته. نجم تصرح بممتلكاتك من خلال ميكرو جغرافي؟ مش عندك هنا شراء راضي كراها بديار ذهب؟ عملت تصريح رسمي ككل قاضي، معناتها ككل مأمور عمومي يحترم نفسه، عامل التصريح بالاملاك وبكل ما يجب تصريحه به. واضح. حتى التو استقبلت 10 مرشحين في البلاتو هذا في برنامج بوليتيكا من ال 25 مترشحين للرئاسة، وليت عندي أمنية إن شاء الله تتحقق معك. إن شاء الله عديت الجيش؟
لا بحكم القانون من حول الجيش. وليت نتمنى انه قائد القوات الاعلى المسلحه غدوه يكون معدي جيش. اما عديت مهمات تحت النار، مثلا تفكر مهمه كمبوديا وقت احنا نشرف على الانتخابات وكانت مدينه مليئه. علاش ما عديتش الجيش؟ لانه القانون وقتها قال المولودين مثلا عام 64 فما فوق ما يعديوش الجيش، وانا اكا وقتها في القضاء والقانون احنا ما يدعوناش للمهمه العسكريه، وبل اعفانا من القيام بالواجب العسكري بحكم السن. اعفاء بالقانون جاء ثم ان جينيراسيون بالقانون هذيك ما تعديش الجيش، زيد عليها انا قاضي. انت قاضي وعمرك 20 سنه مثلا؟ لا طالب، انا وقت طالب. طالب هو يبدا يقرا، يهز يعطيه سرسي، يهز بطاقه طالب يعطيه تاجيل. كيف عملت من حسن حظي اني كنت من كنت تحب تعدي الجيش، اما القانونيه منعك مثلا والا والله ما فكرت في الوقت هذاك ما فكرتش فيه. معناتها انا تفكر اللي كنت نقرا بالكدا وجايب ترو موسيون في الكليه، عدينا مناظره القضاه معناتها في نفس السنه اللي خديت فيها الاجازه. خديت مثلا نقول احنا في جويلي اوت الاجازه، في شهر سبتمبر عديت مناظره القضاه ودخلت في غرفه نوفمبر نخدم قاضي. وانا 24 سنه معناتها ولا 23 سنه بحيث ما طيب. كانش لي حتى فرصه معناتها باش قاضي ودرت العالم عبر العديد من المهمات ثم اعلامي. علاش اخترت تحب تولي رئيس؟ لانه انا متوفره فيا مواصفات الرئيس بتاع الفتره القادمه. ايش معناها؟ يلزم راجل عنده مستقل يعرف القانون ومعناتها امراه لا راجل يلزم هكا تتكي في كلثوم كانه المرشحه الوحيده كامراه لا انا ولا تقصد برازل باللهجه التونسيه؟ لا بالعاميه التونسيه. لازم انسان معناه رجل قانون، لازم انسان يكون يعرف بالقانون يكون قريب من الشعب وعارف شواغل وكل قريب من الشباب ويكون عارف تحدي تونس وقادر عليه، وفي نفس الوقت في شخص وهو يلزم يكون شخصيه توافقيه. شنو هو التوافقية بين شكون وشكون؟ فما التيارات المتواجدة حاليا واللي أفرزتها معناتها الواقع واللي أفرزتها نتائج الانتخابات هي ثلاثة حركات سياسية: نداء تونس، حركة النهضة، وحسب رأيي أنا الجبهة الشعبية. يلزم واحد كيف هو يجيبه صندوق يكون الأطراف هذه مطمئنة ليه، وأنه جاي فقط لخدمة تونس، وأنه ما هو جاي باش يتآمر مع طرف ضد طرف، وأنه محل ثقته جميعا. أنا كشخص بحكم علاقاتي بحكم تبعي مون تومبيرامون لوي ميم بحكم الوظيفه اللي نمارس فيها منذ اكثر من ربع قرن، انا معناتها شخصيه توافقيه بتبعي ولي علاقات ممتده في هذه الاطراف الثلاثه والمكونات الاساسيه للحياه السياسيه في تونس. واضح. انا ريت في روحي توا انا رجل مرحله وانا قريب للشعب التونسي، وانا هاني باش نرجع لك العدي طاي هذا سي علي كان تسمح لي، وانا عارف بالدستور بالقوانين طيب، وانا في المواصفات نتاع رجل مرحل، فانا قلت نقف لبلادي ومحبب لبلادي ورغبه مني في انقاذ البلاد من اي ارتدادات اخرى، انا قلت باش ترشح. بعد اجتماعات متواصله حركه الشورى مجلس الشورى لحركه النهضه ما دعم حتى مرشح من بين المترشحين بالاسم، ولكن قدم المواصفات. ترى المواصفات هذه تنجم تكون علي الشرابي؟ تنجم تكون انت مدعوم من انصار حركه النهضه؟ وي. ترى في روحك هذا؟ اي بالتاكيد. باهي، قلت لي من المواصفات اللي خلتك تحب تكون رئيس الجمهوريه انك قريب من الشعب. أيه. كيفاش؟ منين عرفت انك قريب من الشعب؟ من واقع الاجتماع. انا الشعب التونسي نعايش في المشاكل نتاعو، مش نسمع بها في التليفون. انا ولد الشعب. قاضي؟ لا لا عندي نسمع من خلال بوابه القضاء كل التوانسي يجيونا المتقاضين ويحكيوا لك على مشاكلهم في الشغل، في الدار، في المنزل. احنا معناتها فماش نمط مجتمعي ما يدخلش للقاضي وما يأتمنوش على سره وما يسرروش وما يحكيلوش، سواء كان جناح وجرائم، كان امور ماليه ومعاملات تجاريه واقتصاديه، حتى مشاكل اسريه بين الزوج والزوجه، كي تقع مشاكل نحن اللي نسمعها ونحن نعمل محاوله الصلح في الطلاق، ونحن ننظر في لي فون دو كوميرس، واحنا نشوف احنا على بينه بشواغل التوانسه بالضبط بالضبط، والتوانسه يأتمنك ويحكي لك وانت تسمع وتعرف كيفاش تساعده، مثلا الصلح انقاذ المؤسسات الاقتصاديه في الطلاق في الماده الاسره نعملوا صلح،
في المادة التجارية نعمل. طيب ما المواصفات أيضا الوسيط. حكيت على أنك شخصية توافقية وقلت أنك ممكن تقرب بين الحركات الثلاثة اللي هما النداء وحركة النهضة وأيضا الجبهة الشعبية. وين الاتحاد الوطني الحر اللي عنده 16 مقعد أيضا في البرلمان حسب النتائج؟ جاب نتائج وأخلق المفاجأة. الاتحاد الحر جاب نتائج جيدة وتقدم وكان أسبق من الجبهة وأسبق من أفاق تونس وأسبق من أحزاب أخرى. لكن المكون علاش ما ذكرتوش في التوافق اللي تحكي عليه؟ مازال ما عندوش انتشار واقعي في الأرض. ما تخافش من إعادة سيناريو طيار المحبة دون لطون العريضة معناتها واللي صار مع العريضة ما يظهر عابر. الكلمة هذه استعملتها أنا في قناة صبر فيهم كون معناتها ظاهرة غير مستقرة تجب تتطور. معناتها أنت ما تمنش أنه اليوم الحزب هذا ينجم يكون شريك في الحكم اليوم؟ لا ما تشوفوش شريك لا في الحكومة لا القادمة لا لا إلا إذا كان عنده إنه كومبيتونس سي لا إن كومبيتونس بروكو با سي لا سي البروبوز دي كومبيتونس. ماكش خطر عنده مرشح للرئاسة؟ لا لا وحتى النداء عنده والجبهة عندها أيضا. لا المتواجدين في الأرض وفي الحقيقة وفي المجتمع التونسي وهم النهضة والنداء وجبهة شعبية. الشعب الشعبية اللي هي اليسار واليسار العربي التيار القومي العربي. طيب موجودين في شنو رايك في صلاحيات الرئيس حسب الدستور الجديد التونسي؟ صلاحيات الرئيس هامه وكبيره. كيفاش تقيمها؟ هامه وكبيره. يلزم الرئيس يعرف صلاحياته ويلزم يكون عارف بالدستور عارف بالقانون. رئيس الدوله هو الحامي والحافظ لدستور البلاد والمؤتمن على تطبيقه قوانين البلاد. رئيس الدوله هو الشخصيه الجامعه للتوانسه. رئيس الدولة هو المؤتمن على استقلال البلاد وعلى الحدود. رئيس الدولة له معناتها صلاحيات أمنية يقول الدستور يختص في المسائل الأمنية ويترأس مجلس الأمن القومي وفي فرعيه العسكري والأمن الداخلي وكذلك هو مختص في شأن السياسة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي العمل الدبلوماسي وهو أيضا يترأس مجلس الوزراء ومن ذلك المنطلق ينجم يدخل في المسألة الاجتماعية في العدالة الاجتماعية في الشباب في كل شيء نجم يدخل ويقنع من خلال ترأسه لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يعين كبار القضاة على المحكمة الدستورية. رئيس الجمهورية يعين محافظ البنك المركزي وله تأثير كبير على السياسة النقدية في البلاد. رئيس الجمهورية يعين المفتي رمزية دينية. رئيس الجمهورية عنده كل ورئيس الجمهورية عنده كل صلاحيات وعنده خاصة صلاحيات العلاقات الخارجية. المهمة الأولى هي الأمنية. المهمة الثانية أي. التي يختص بها الدستور قال يختص معناته بريروغاتيف اكسكلوزيف نتاعه هو الأمن والدبلوماسية. يترأس مجلس الوزراء يعين سامي إدارة الدولة يحفظ الاستقلال. رئيس الدولة يحل البرلمان كيحب. هنا جايين إذا كان مثلا فما إمكانية غدوة على الشرابي إذا كان تخبر الشعب يحل البرلمان يقيل حتى رئيس الحكومة أي. وهو اللي تراسك يحضر هو رئيس الحكومة يشد أكوتية وهو تراس مجلس الوزراء عنده جميع الصلاحيات. يزم هو يكون رجل دولة يكون كوستو ويكون معتها عنده وقاره عارف صلاحياته واضح ولكن يزم يكون عارف رئيس الدولة. هاني جايك شنو يزم يكون عارف فقط نعمل شوية تشويق سعلي اسمح لي باش نذكر الناس اللي قاعدين نحكيه مع المرشح رقم 15 للرئاسة علي الشرابي في فقرة سميناها كرسي الرئاسة. قيمة هالكرسي هذا مش رخيص غالي برشا ما فما برشا أمانة كبيرة بالفلوس اليوم. أمانة كبيرة كرسي الرئاسة أمانة كبيرة في ومسؤولية كبرى ويلزم إنسان يعرف به ولكن الرئيس باش نجاوبك الرئيس لازم يعرف اللي في الدستور البلاد لو يقوم باعتداء جسيم على الدستور البرلمان يسحب منه الثقة يطلب المحكمة الدستورية إقالته وإعفائه من مهامه إذا ثبت أنه اعتداء قولها مرة أخرى اعتداء جسيم على الدستور. شحوال الحملة الانتخابية متاعك سعلي هك أنت أعطيت الإشارة الأولى قلت ثم برشا ناس يحبوا يشريوا كرسي هذاك بالفلوس موجود للأسف أنت موجود أي موجود نعم ثم ظهرت وأنت حملتك بالزازة
حمتي داير جيتنا حتى لهنا بالزازة، دخلوا لي الزازة بربي خاطر حمتي شعبية انا. علاش لا شعبية بلدك على هالزازة لا لا هذه؟ لا حمتي انا شعبية بمرور قلت قلت من اعماق شعبي انطلقوا. اذا كان جاوا اخواننا واصدقائنا من حي الرياض ولا من حي زهور ولا من سيدي عبد الحميد ولا من سوق لحد انا اخترتهم انا، ادخلوا اي تفضل. اذا كان لحظة هكا جيت لي ذات جارة في موبرامو تمشي لكل بقعة هكا. مرحبا بالإخوان اللي يجاو من أحياء سوسة ومن الطبقات الشعبية، ونرحب بهم. وأنا قلت في البداية المنطلق من عمق شعب، وقلت المرة هذه نحبوا رئيس خارج من الشعب في اتجاه قرطاج، مش شيء من فوق في اتجاه شعب. قلت رئيس منكم فيكم، ولنا خطابي موجه للشعب الكريم. رئيس اختاروا رئيس منكم فيكم، لكن رئيس يعرف قانون، يحب تونس، يحب كل اماكن تونس، يحب سوسة ويحب تونس كله، يحب القيروان. ما هيش دعوة لرمزية البندير من جديد؟ نحن ما كتعرف البندير ايش عمل فينا تيلة الخمسين ولا ستين اللي يعمل البيه اشكروه، اللي يعمل الخايب قولوا له ديقاش الاثنين. اللي يعمل به شجعوه واضربوا له البندير وقولوا له تياب فيه كونتينيه. اللي يعمل الخايب الشعب يقولوا ديقاش، والبرلمان هانو يختم خدمتهم من غد الغد مع المحكمة الدستورية. واضح. تراتيونا تريح وشكرا لكم، بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. معناتها هذه مفاجأة. اي هذه عملناها سوربريز. هذه مفاجأة. كما عملت لنا انت سوربريز، جيتنا خويا بالجماعة هذه. انت المفاجأة حضرتها وحدك. مرحبا بهم ومرحبا بالتوانسة وبالطبقات الشعبية، ونشارك ان شاء الله افراحهم. ان شاء الله تونس ديما فرحانة. ووقت عمل ووقت جد ووقت صعيب، فما ناس قاعد تلوث في المحيط السياسي وتحب. ما يلوموش عليك الناس يقولوا ياسر شعبوية مثلا؟ وهو واقع الحق. ما معناتك لو كان يجي حد. لا كيفاش جاتك الفكره انه وين ما تمشي تهز معك الجماعه هذو حتى ما تعرفهمش؟ لا ولا ما اعرف. ولا كيفاش صارت الحكايه؟ انا ولا ما اعرف. تعرفهمش؟ لا ولا ما اعرف. لقيتهم يستناو فيك لهنا؟ والله ما نعرف. واضح. بوضوح مات. وتفاجأت انا، فاجأتني انت. انا والله ما نعرف. هم جاوا معك؟ مرحبا بهم دائما وابدا. لا لا ما. لا 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 انا جيت في لقيتهم لوطا يستناو. لا احنا يظل انصارك جابوهم. فما بعض من انصارك ومنظمين الحمله نتاعكم اللي في بعد تقول انت مسلك رسمي بي حاطه. اجي نحكيوا شويه على العلاقات. اما مرحبا به، مفاجاه ساره وكثر خيرهم وبارك الله فيه. واضح. نحكيوا شويه على العلاقات الدوليه. اليوم علي الشرابي لو كان ينتخبوا الشعب رئيس، غدوه ناوي يغير في العلاقات الدوليه الموجوده؟ نبداو بالعلاقه المقطوعه اليوم مع سوريا. البارح استقبلنا المرشح رقم 24 المنصف المرزوقي اللي قال لن اعيد العلاقات مع سوريا حتى ولو انتخبتوا من جديد رئيس. انت مش ترجع ولا ليه؟ اتوقع انه معناتها المدير الوحيد اللي قال لن اعيد العلاقات، لن تتاح له فرصه. لا خلينا منه ما ندخلش في فرصة معناتها التمسك بمعناتها بمعادات سوريا. لا انا اعتقد انه العلاقات تبنى الخارجيه، السياسه الخارجيه تبنى على بعض ثوابت. اولها مناصره قضايا العدل والحق وحقوق الانسان. اثنين مراعاه مصلحه تونس والتونسيين في كل مكان. ثلاثه عدم التدخل في شؤون الغير، التدخل السافر. لا نتامر على الدول ولا الدول تامر علينا. يعني انت اليوم تصف العلاقات بيننا وبين سوريا هو تدخل سافر من تونس في سوريا. وريت كيف حد سوريا برك حتى بدول اخرى، ثم دول اخرى وقتنا معهم كيف شكون؟ مصر، الامارات، الجزائر. بسبب الرئيس الحالي، بسبب السياسه الخارجيه التي اعتمدت في الثلاثيه الاخيره من طرف ترويكا. دونك نفهم من كلامك انك ستعيد غدوه العلاقات مع سوريا. انا هنقول لك حتى ولو ظل بشار الاسد رئيس سوريا. انا اش نقول لك؟ أنا ثم احترام روابط العروبة والإسلام وروابط حسن الجوار وعلاقتنا بالأشقاء، يلزمها دائما وأبدا هذيك تأخذ بعين الاعتبار. دائما يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار اللي احنا الدول العربية وإسلامية وشعوبنا مرتبطة بالحكام وما غير الحكام، مرتبطة ببعضها في الماضي والحاضر والمستقبل. أنا ما نحبش الناس تتأمر على بلادي وتحب تتأمر على شعبي.
إذا أنا أرفض أني أتأمر على دولة أخرى أو ندخل في أي مزدوج ثم أنا مع الاستقلال الوطني. وكي نقول الاستقلال الوطني معناه ما نخرجش في أجندات دولية مشبوهة، وأنا ما نبعثش أولاد التوانسة ولا ما تسهل لهمش ولا ما شجعهمش أن ديركتمو باش يمشوا ويقاتلوا في دولة عربية مسلم أو حتى غير عربية. ما دخلي بهذا، أنا إنسان نحب بلادي، نحب سمعة بلادي، نحب التوانسة حيث ما يحلوا في العالم يرحبوا بهم، نحب بلادي آمنة، نحب السياحة موجودة. كيفاش باش تعملوا هذا الكل؟ بأي طريقة؟ بأي آليات بليتو؟ أنا إنه تولي عند التونسي قيمة في الدول الشقيقة والصديقة وحتى الغير صديقة. يلفو ريدوير لي غاف دبلوماتيك، هذوما الأخطاء الفادحة الدبلوماسية هذه غير مسموح بها، وعندها ثوابت. راهي تونس عاشت بها مدة وربحت بها، مع عدم التدخل، احترام دول الجوار، مناصرة قضايا العدل والحق. مثلا ناخذك مثلا، أنا نقول مثلا نساندوا القضية الفلسطينية ونحب الشعب الفلسطيني ياخذ استقلاله وفي دولته ونتمناه عاصمة القدس، لكن كيف يوصل الفلسطينيين؟ هذه خلوه فوضى الأمر للفلسطينيين وحدهم. العلاقات بين الحماس وبين فتح وبين الجبهة الشعبية وداخل منظمة التحرير خليهم هم يرتبوها، احنا ما ندخلوش فيها. طيب مدامك دخلت تحكي شوية على القضايا متاع الشأن العربي، ايش قولك وانت نجم تكون انا خبير في العلاقات الجمهورية؟ انا خبير ومتحصل على شهادة في العلاقات الدولية. طيب شنو قولك في عقد القمم العربية اللي يجتمعوا فيها الرؤساء العرب، وهل سيحضر غدوة علي الشرابي ولا بش يبعث ممثل عنه؟ النجم نمشي أنا شخصيا. شنو رأيك فيها القمم العربية اللي تعقد تقريبا سنويا في كل دولة بقراراتها وبياناتها الصادرة اللي رفضها الشعب الحقيقة العربي؟ هي موجود، هيك الموجود كانت تلقى فرصة باش تفعلها وتولي بلوز افيكاس واقرب للشعوب والجماهير احسن من انك تستغني عليهم عشان تمشي للجمله وتنكرها. انا طالب تفعيلها بان تكون قريبه للشعوب اللي تمثلها، وان تتوجد هياكل تتلم فيها العرب خير من مثل شيء. هي عاده تعقد القمه في مارس، بالنسبه لك انت مارس الجاي لو كان كنت رئيس تمشي تحضر القمه، خطابك باش يتبنى على اي مبادئ أول وعلى اي نقاط؟ اول مارس تنجاوبك. أول إن شاء الله أول مارس نجيبه. أول مارس معناتها قبل قمة بشوي وقتها ونبدأ رئيسا، تكون تكون حضرت أنت الديسكور متاعك وتكون حضرت قراراتك كرئيس الجمهورية التونسية. لا ما تشوف شنو البرنامج، شوف أنا بلاد وشنو الإطار العام وشنو الوضع أنا في بلادي. نحكيه شوي على صلاحية العفو التشريعي الخاص الرئاسي، تراجعوا وإلا تكمل في نفس المنهاج اللي مشينا فيه بعد الثورة على أساس أنه نقدموا الحرية لكل من أخطأ وتاب؟ وش قولك في المعايير المعتمدة لتقديم العفو اليوم؟ ونزيد نعطيك معلومات أنه لا تنشر قائمات المعفو عنهم بالأسماء وبالتهم اعتمادا على قانون حماية المعطيات الشخصية حتى لوسائل الإعلام. هو العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بعد ما القضاء يقول كلمته بصفة بيت، معنى الحكم يولي ما عادش في حدا تعال وقت أمامه حلين أو أنه يتنفذ حكم القاضي أو المحكمة، ورئيس الجمهورية بار اكسيبسيون ينجم يعفو على بعض الحالات. هذا هو القانون مش موجود فيه. بعض الحالات أصبحت الألف من الحالات اليوم، اجتهاد الرئيس الحالي. أنت كيفاش غدوة تتعامل مع الصلاحية هذه؟ يزم إنسان يشوف كلش غدوة كي نولي رئيس نقول لك تحب تعرف حالة بحالة شنو باش تقرا بالملف بالملف تعرف قداش عدد المساجين نسأل اليوم؟ نسأل الان قبل ما نصحها هذا مثلا ايش عامل هذا؟ شنو نوع جريمته؟ شنو حكمه؟ هل هو من العائدين او بزلت به القدم اول مره؟ امراه ولا راجل؟ مريض ولا صحيح؟ هذيك كل تدخل لي فاكتور. اما انا مش نعمل بوبوليزم وشعبويه ونسيب معناتها الاف وفيه من يستحق وفيه من لا يستحق. أكلي من لا يستحق انت تسيبه باش يوليك خطر على المجتمع، رجعنا للسرقة والبركاجات والكذا والدروغ والمشاكل ذيك. لا رافض الطريقة الحالية وتراجعها غدوة. انا قادر نعرف خنتي مثلا انا ما نجيش ندعي يكون طبيب، ما نجيش نخدم طبيب، اما هذه معنا انا بطبعي هي. نعرف خاطر انا بيدي مثلا خدمت مدة طويلة نقول واحد مثلا طيب. حوالي 20 سنة في القضاء الجزائي نعرف شنو لي سيركونستانس اللي تنجم تسيب فيهم واللي سيركونستانس
ما نقولوش هذا، ما نقولوش نرفضوا المطلب هذا، نقولوا ناجلوا النظر في المطلب هذاك. ما فما شويه بيستونات، فما شويه اولاد رجال اعمال، فما ناس لاباس عليها، فما ناس عندها الفلوس موجود. هذه امراض، هذه امراض، واللي عنده شخصيه القاضي وهو قاضي وبصدر الاحكام هذيك ومعدي طول عمره يصدر في الاحكام وتعامل مع فئه من المجتمع، يلزمه يقرا اللي كان سايبهم الناس هذوما شنو هو المخاطر اللي ممكن المجتمع باش يتعرض له من جراءهم ويبعد على الشيء. غدوة كرئيس الجمهورية كان ينتخبك الشعب سي علي الشرابي، أكيد باش تعمل مستشارين بالنسبة ليك. عندك مثلا اليوم قائمة المستشارين اللي ما تخافش غدوة يغلطوك يخبيوا عليك الحقائق، لأنه في المجال باش تكون شمس تزرق على البلاد الكل. في المجال الدبلوماسي موجود سفراءكم عندهم خبرة ولا مختصين في الجامعة في العلاقات الدولية، وفي المجال العفو في المجال الأمني استعنت بفريق مصغر من كبار قادة عسكريين وأمنيين وعدوا لي ورقة عمل تحتوي تصورات لتطوير الاستراتيجية العسكرية والأمنية بما يخلي المؤسستين يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن والأمان بالبلاد بأقل التكاليف، بأقل التضحيات وبأقل الضحايا. نترحموا بهذه المناسبة على ضحايانا من الأمن والعسكر، جنود أو ضباط أو ضباط صف، ولكن لابد من أن الدولة تغير الاستراتيجيات المعتمدة من ناحية العتاد، من ناحية العدد، من ناحية الاستراتيجيات الأمنية، من ناحية الوسائل المستعملة، من ناحية التعاون مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة. توتي أروفار، وعندي ورقة عمل جيدة حاضرة. نعم معتها دوب ما تتولى المنصب ما نقعدوش نخمو زعمة هكا. والله أنا جسوية جيتو ما بين خسرها. أنت من الناس اللي تعتمد لبلون A و B و C، وإلا عندك بلون A سينفذ سينفذ أبي من سلطة سي. عندك زوز أبي دو بلون، إذا كان ما يمشيش الآرة وفما البي حاضر حديات. واضح. عنا فقرة في البرنامج سي علي الشرابي من فقرات البرنامج هذايا وعملناها مع العشرة المرشحين اللي جاوا حتى التوى، هي فقرة من سيربح الرئاسة. فما لعبة اسمها من سيربح المليون، أكيد تعرفها. تعدى بالنسخة الفرنسية والعربية والإنجليزية والنسخ الكل تقريبا. احنا عملنا واقتبسنا منها فقرة اسمها من سيربح الرئاسة، يقدمها عبد السلام العيفي. نلعبوها مع الرئيس قبل ما يولي رئيس. التهمة دي مش نلعبوا مع الرئيس، مش نلعبوها معك اللعبة هذية. الله يصح عليك، لعبت مع الرئيس الكل، معناتها أي واحد فيهم مش يولي رئيس، أنت معناتها من الناس المحظوظين. صح سي علي، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أنا من قبل نسمع فيك في الاستوديو، دونك حبيت نهدي لك الأغنية هذي قبل ما نلعبوا لعبة من سيربح الرئاسة. تفضل. انت اليوم جيتنا بالطبيل وبالذكر، دونك قلت خليني نسميك مولا الشيش. يعني حبيت نسميك مولا الشيش معنا اليوم باش نلعبوا من سيربح الرئاسه. نفهمك قواعد اللعبه، خمسه اسئله في الثقافه العامه ما عندهمش علاقه كبيره بالسياسه، معناتها نورمالمون مرشح لرئاسه الدوله يكون عندك بروفيل مؤهل انك تحكي في مجالات متعدده، ثقافه، فن، اقتصاد. لا قبل ما نعرف الاسئله نتاعك، رئيس الدوله لازم يعرف مهماته امنيه يحفظهم عن ظهر عسكرية. لا شو مهمة رئيس الدولة مش ثقافة عامة، مهمة رئيس الدولة أمنية دبلوماسية. مش مهمة بروفيل، أنا قلت لك بروفيل، معناها نورمالمون تكون تفهم في مجالات خطر مش عاديو في الباك راهو. لا مش رئيس الدولة، رئيس الدولة عنده مهمة أمنية، مهمة دبلوماسية، ويترأس برشا وزراء ويعين كبار موظفي الدولة. هذه معناتها التعريف نتاع رئيس دولة. انت توا مع الحاله مش مطالب مثلا. انت عندك ثقة في روحك باش تلعب في الثقافة العامة ولا عندك ثقة في الثقافة العامة عندك ثقة كمترشح لرئاسة، عندك ثقة باش تلعب معنا من سيربح رئاسة ولا سيربح؟ نجم رئيس الدولة
مش مربوط بالأسئلة نتاعك. أما تفضل من قبيل الدعابة هاتوا من قبيل الدعابة هذه مجرد لعبة. أما لا أنا رئيس الدولة يجب أن أعرف دستور تونس باش نشوفه بيان سور وقوانين تونس والحالة الأمنية في تونس وقفة الزوالي موزيد رئيس دولة شباب تونس رئيس دولة بعد ما يعرفش كما السياسيين اللي تعدي ويعرف شباب في حي الرياض وفي حي الزهور رئيس دولة ما يعرفش عاصمة تركيا تولي صعيبة برشا أنقرة فوالا فما شكون قبلك ما عرفش دونك جات فكرة من هنا أنا نلعب عندك حق الفيتو الاستعانة بصديق من اللي حاضرين في استوديو مرة أو الاستعانة بمقدم البرنامج مرة إذا كان تستعمل حق منهم يتنحى لك الفيتو ما نقشوش في اللعبة هذه تقبل أو لا باش نحكي لك أنا عاصمة تركيا هي أنقرة وعاصمة تركيا القديمة الدولة العثمانية كانت تسمى الأستانة وكانوا البيات نتاع تونس يدفعوا المجبة ويدفعوا الهدايا للأستانة هذا درس تاريخ أنا بعد لحظة بس سعلي سعلي اسمعني سعلي اسمعني سعلي ما عندنا وقت راه انت تقبل أو لا اللي سموها اسطنبول واللي هي على نهر البوسفور هذه ناس كنت عارف خطر حليم سلطان راه العبيد كل بي انت تقبل باش تلعب معنا ولا لا امشي انا جاوبتك على الورب به من سيربح رئاسة علي شورابي مرشح لرئاسة عدد 15 عدد 15 زي المدرب تاع بلادي بهين من سيربح الرئاسة سعيد اليوم متأكد باش تكون صعيب نورمالمون في قواعد اللعبة نتاعنا إذا كان صحيح باش تسمع حاجة كيما هذه أما بما أنك اليوم جيت مع الطبال والذكر باش تسمع حاجة كيما هذه لا عندكم ومتعرف به إذا كان صحيح باش تسمع الذكر لقيته عندكم وفرحان به وإذا كان غلط باش تسمع هذه فما العباد يعرضوا فيه بالحجر سي علي ما نقشوش في اللعبة هذه تجاوبني على قد السؤال فما السؤال سامحني سي علي اللعبة هذه تجاوبني على قد السؤال السؤال الأول يقول ما هو تاريخ وفاة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأول ياسر عرفات لا ما نذكرش إجابة ما عندك لا ما نذكرش حق الفيتو لا ما نذكرش العام العام لا ما نذكرش عام 2004 كيما اليوم عاش حتى ال 74 عام توفى نهار 11 نوفمبر عام 2004 في باريس الملابسات كل نتفكرها من اللي خرج من الطياره اللي مشى لباريس اللي توفى اللي انا ما تفكرش اللي مشى لمصر اللي تبعت التابين وقع في مصر كيما اليوم بالضبط 10 سنين هو التاريخ ما اللي بيفيد هو الملابسات لا لا معناته ملابسات من اللي ركب في الهليكوبتر وغادر من الطب الحرفي ما فهموش شنو المرض اللي مشى للسبيطار متابعته حتى حالته صحيه فيه واكثر من زيد نقش برشا انت في نورمالمون نهار اخر تولي رئيس في معناتها قمم دوليه باش تناقشهم برشا السؤال الثاني سالي من هو صاحب اشمل الله يرحمه من هو صاحب اشمل واكبر المعاجم العربيه المسمى بلسان العرب من هو وضع لسان العرب شكون اللي ألف أكبر المعاجم العربية واللي استعملوهم حتى البرة ما عندكش الحق تفكر برشا ما نعطيكش احتمالات عندك حق الاستعانة بصديق أو مقدم البرنامج ابن منظور الفيتو متاعك الإجابة صحيحة في 80 ألف مادة كان جمعها من 5 مصادر باش نعطيك المعلومة الكاملة عندك 1-2 حتى التوى السؤال الثالث يقول متخاطي ابن منظور يقرب لك من بعيد يجبد لك في الدم السؤال الثالث العاصمة الفيدرالية الأمريكية واشنطن تتبع أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن دي سي الديستريكت متاعها شنو اسمه واشنطن دي سي لا ديستريكت اوف ديستريكت اوف واشنطن الإجابة غلطة ديستريكت اوف كولومبيا كولومبيا اللي هي الإجابة صحيحة عندك 1-3 حتى الدواء هو راك مستر جغرافيا استعنت بحق الفيتو ما عادش عندك ما عادش عندك حق الفيتو كملته السؤال الرابع يقول باش نعطيك مقولة للأديب اللبناني جبران خليل جبران أعطيني الناي كمل وغني وغني أبعد موزيك أعطيني الناي يا فيروز هي اللي خلت القصيدة هذيك والتسنين هو جبران خليل جبران مش مستحق فيروز بشي ولي أديب كبير لكن فيروز مستحق لأبيات جبران خليل جبران عندك حتى التوى 2-4 السؤال الخامس والأخير الفاصل يقول ما تحب على السياسة أحسي في ريح وقت اللي هي مطر اي بيان سور أما مش بشي نكمل هيك توى خطر أنا نسأل هنا ركن بيتي حديد سقف ركن بيتي حديد سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر فوالا هذه شو قايلها انا ما نجاوبش انا نسال هو من ادباء المهجر
ليه انت سعيد عطني برشا اليوم خاطرك تناقش السؤال الخامس والاخير تحب على السياسه اعطيني معلومات على جبران خلينا نشوفوا برشا وقت في اللعبه هذه راهو صعيب على الاخر حلو القصيده هذيك بها بتاع السؤال الخامس يقول يا رياح وهتي يا مطر جيهان عاصف عاصف زهير تصرفوا جيبوا لي عاصفه كلموا لي الرز الجوي السؤال الخامس والاخير وانت تحب على السياسه ورئيس الدوله والسياسه وبرلمان في اطار صلاحيات رئيس الدوله فوالا مشك جماعه اللي قالوا لكم مشان نجلس في ايطاليا وتحكي على معتم السياسه العربيه وحكيت انت زهير على سوريا قبل الانفصال بين مصر وسوريا كان جمال عبد الناصر رئيس لسوريا ضمن معناتها اللي كانت الوحده بين مصر وسوريا من بعده من هو رئيس سوريا بعد الانفصال عن مصر شوف وقت اللي توحدت سوريا عندك إجابة ولا ما عندكش وقت اللي توحدت سوريا ومصر كان صلاح سالم كان صلاح سالم هو كان صلاح سالم هو معناتها الشخصية الثانية نائب الرئيس واضح. وكان خلي كملك جملة صلاح سالم كان هو الثاني والقائم في دمشق على الجمهورية المتحدة ثم من بعد أتوقع أنه الأتاسي الاتيسي صحيح ولا الاجابه غلطه مع الاسف ناظم القدسي تعرف ولا واحد من مؤسسي حزب الشعب في سوريا ورئيس سوريا في حكومة الانفصال عن مصر من 14 ديسمبر 61 حتى 8 مارس 63 في الفترة ذيك وقعت حوالي خمس حكومات في سوريا راه اي حكم العسكر حتى الهرين هذا الاول والاتيسي من بعده ثم حكم العسكر عندك حتى جاء أسد نعطيك النتيجة متاعك 2-5 زغرت جيهان جيدو متاع ابن منظور اثنين ابن منظور هو اللي خليك تاخذ 2-5 والتوى هو أقل عدد ياخذ مترشح للرئاسة معنا في لعبة من سيربح رئاسة أسنى أعطوا لنا سلوحية رئيس تنجيب 2-5 أسنى أسنى سلوحية رئيس الدولة من سيربح رئاسة علي شورا بمرش رئاسة عدد 15 2-5 يربح الرئاسة نرجع معكم إلى برنامج بوليتيكا وكرسي الرئاسة علي شرابي المرشح رقم 15 لعبة راهي ما عندها حتى علاقة ما نعرفش علاش عندي الشعور اللي أقل واحد باش يجاوب هالفقرة هذه هو اللي غدوة باش يولي رئيس يعني أنا قلت من الأول بالنسبة معناتها الأسئلة لازم تكون في باب صلاحية الرئيس الرئيس لازم يكون قاري الدستور عدة مرات يا دوك سألتي أنا معناتها هي لعبة ما عندها حتى علاقة بال قلت باب دعابة أي فما عبيد يجيو مثلا يقول لك مترشح للرئاسة تقولوا علاش؟ يقول لك مثلا باش نعمل جسر لايطاليا باش نرجع الخبز بالمياه باش حكيت معناتها كلي من اختصاصات رئيس الحكومه يقول لي هذا مثلا رجل اعمال رجل اقتصاد ومال فلان مترشح للرئاسه ومعروف انه مثلا كان في مؤسسه ماليه او كان رجل اقتصاد ومال لا هذاك يصلح باش يكون وزير اول بالقانون الحالي يصلح باش يكون شاف دو غوفرنمون اول قرار يتخذه علي الشرابي بعد ما يتقلد المنصب وبعد ما يدخل قصر قرطاج اذا كان ينتخبه الشعب اول قرار نجم تعلن عليه من القصر الرئاسي بعد اداء القسم قرار والاجراء بسيط قرار رجع العلاقات مع سوريا وتحسين علاقاتنا مع الاجواء في اول خطاب لا في اول خطاب باش نعيط حركه النهضه ونداء تونس والجبهة الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض المنظمات النسوية والهيئات الباهية في البلاد وبعض الأحزاب المتفوقة معناتها واللي جايبة معناتها عندها فالور في الانتخابات كما الحر كما أفاق تونس ونعملوا لما وكذا باش نبينوا للتوانسة رانا متوافقين ومتحدين ومعهم رئيس البرلمان مسرحية ولا ومعهم رئيس البرلمان ومعهم رئيس الحكومة وقاعدة تونسية اي قاعدة تونسية ومعهم شكون يمثل شباب تونس ومش نقولوا رانا اون فا ديماري ومش نبداو الجمهوريه الثانيه اليد في اليد من اجل تونس هذا اليد في اليد من اجل تونس هذا اول معناتها اجراء نعمله ويكونوا مقتنعين والا المهم هات نطمنوا الشعب بمسرحيه تصويره تعديها التلفزه والراديوات تيلونس لي ميساج للعالم كله وشعبك ومن بعديك افيك لو تون ثم الجيستيون جيب أول جهة ينجم يزورها ويخرج من القصر علي الشرابي يمشي لها كرئيس للجمهورية بعد الحملة الانتخابية وين؟ الجزائر الجزائر نعم وداخل تونس وين؟ علاش الجزائر؟ جو رافهم ما قلتهاش في إذاعة أخرى هذه؟ لا. لا لا واضح وعد معناتها وعد الجزائر علاش؟ والتزام علاش الجزائر؟ الجزائر هي دولة حليف استراتيجي رقم واحد في حاليا
وإن شاء الله في المستقبل، وإحنا جميعنا اختلطت مع بعضنا في دحر الاستعمار وفي سكية سيد يوسف، هما قائمين بدور كبير في تأمين حدودنا وفي مساعدتنا على تأمين حدودنا، وهناك دعم اقتصادي ودعم معني سياسي ودعم إعلامي وسياحي، والجزائر قائمة بدور يهدف إلى استقرار تونس. طيب ولابد أنا معناتها من باب التمسك بذلك الخيار، خيار الجوار والأخوة، لابد من أن تكون الزيارة الأولى للجزائر. أنت قلت أنك اخترت باش تاخذ المنصب هذا وتترشح للمنصب هذا لأنك حسيت روحك قريب من الشعب، تتصور غدوة كان ينتخبك الشعب وتولي رئيس وتدخل لقصر الشعب يقول لك هكا؟ اللهم خلي الزعيم واديله زي ما عايز، عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا خلونا يا رب وكتله فيتاميناته، اللهم كتر فيتامينات الرئيس واكله كباب وكفته طول عمره، عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اقسم من بابا غنوجه، واديله ترشي اللهم ترشي، اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. يقول لك الشعب هك وديله جربين اللهم درجره حاجة النبي اللهم جرجره. قال لي المقطع ذي أنا شاهدته عدة مرات وكنت حتى وزعته في الفيسبوك، هو يدخل البهجة على المستمع والمشاهد. ما تمنعش مسرحية كما هذه غدوة في البلاد؟ لا كما هذه لا، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش اختراع المجتمع، بالعكس تفرهد تفرهد هذه. لا ما اما شنو اللي تنجم تمنعه غدوه كرئيس من المشهد الاعلامي؟ تبقى ديما في صفه القاضي وصفه القانون والجديه وكذا، هذيك وراي ديما متوفر. ما فماش اوم ديتا القاضي عندما يلاحظ انه شيء فيه خطر على الامن العام في البلاد او على المجتمع التونسي ما نترددش حتى لحظه في اتخاذ قرار ولو ما يعجبش. ولو كان الشعب غدوه يقرر باش يقول لك ديجاج بعد ما عطاك القصر، لا عندوش حق، هو رئيس الدولة الحاجة الباهية فيه أنه ما هوش منبثق على البرلمان، منبثق بين الشعب نفسه. الشعب نفسه. ما ندم الشعب ندم خاصك عن... ما كنتش صادق ووافي للوعود متاعك. ثم برلمان ثم برلمان، إذا كان شاف الرئيس اعتداء جسيم على الدستور يبعثوا للمحكمة الدستورية تقولوا سامحني، يتلموا مجموعة من الشعب في مظاهرة سلمية قدام القصر ويجيوا يعيطوا ديجاج، كيفاش يكون التصرف نتاعك؟ تكون يحكي معاهم يسمح بشنو المشاكل وكيفاش تتحل أكاها. ايوه ما تعتمدش الحل الأمني، تسمحهم وإذا كان طلبات معقولة لازم تتفاعل معه وتتجاوب معه. كان كبرت الحكاية تستعمل الرش؟ شنو ما سمعتكش؟ كان كبرت الحكاية تستعمل الرش؟ وثم استعملوا خراتيب، خراتيش شو اسمه ذيك؟ خراتيب تاع المياه الباردة، عنا في البلاد البارد البارد عنا احنا باش نستعملوا خراتيب المياه. في بالك اللي في تونس ما عندناش والله عنا زوز ثلاثة كعبات تاع الجيش مش تحطهم قدام القصر والبريق البلاد. انا والله تفاجأت والله تفاجأت لما المؤسسة تعرف شنو عنده الجيش من امكانيات اليوم؟ زوج انترنت في بالي دو تراس تروس انترن، انا معناتها حس معلومات تلفزيون مش معناتها معلومات من الداخل. انا تفاجات وقت اللي معناتها المؤسسه الامنيه ما عندهاش السبل البسيطه، معناتها عقود تعمل الغاز على العباد وكذا والاسلحه الرش وغيره، هي ثم الطرق البسيطه معناتها من الماء، انا قلت لك من قال لك الماء سخون، انا قلت لك الماء بارد معناتها ابسط ما بارد بعد ما نجي شك. كان في الصيف ومع سخانة الصيف نتاع تونس توا يوليو يستحلوا يجيو يبانكو، بالعكس الناس تسمع فما الماء قدام كارتاج يزيدوا يتلموا. احنا قلناها معناتها من باب المزاح وكل شيء، اما شوف راهو الإحاطة الأمنية والجد راهو شيء لابد منه واضح، ولكن في إطار القانون وشيء الناس اللي كانت تحتاج وتطالبك مثلا بحاجات معقوله لا يجب سماعهم ويجب التجاوب معهم، واذا كان حد جاي باش يخرب واللي يعمل لك في جريمه منظمه ولا كذا لابد من التعامل معه بكل حزم. قال رجل اخر تقول احنا بكل ما يتطلبه الوضع، بكل ما يتطلبه الوضع مرد
نشكرك جدا المرشح رقم 15 علي المولجي محمد الشرابي، شكرا على الحضور وبارك الله فيك. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من بوليتيكا. تحب تقول حاجة؟ شكرا لك وشكرا لجورة أفام، وتحية لكافة أصدقائي وأخوتي في سوسة وكل مستمعينا في جورة أفام. استنيونا غدوة في حلقة جديدة، نستنيو ناخدكم كالعادة على 29 100 100، وإلا على الإيميل متاعنا politica@jawharafm.net. اللي فاتتكم حاجة ولا تحبوا تعودوا تسمعوا تلقوا على www.jawharafm.net. شكرا جيهان برحومة في الإخراج، شكرا لعبد السلام العيفي في الإعداد، وأيضا في فقرة من سيربح الرئاسة محمود زياني، ماهر بشير في التصوير. الفيديوهات كل تلقوها على موقعنا. شيء طيب للجميع، هذه أجمل تحيات زهير الجيس. جوهرة FM، الدنيا وما فيها.